بقولك ايه يا حاج؟ مورين يا ست ستات، في واحدة من معارفنا جوزها تعيش انت قابل ربي كريم، وعندها 6 عيال، والمشوار قدامها لسه طويل قوي. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. بقول يعني يا حاج، لو كنا يعني نبعت لها كل شهر مبلغ ونعتبره صدقة جارية، أو يحميها ويحمي ولادها من بهدلة الأيام. ماله يا حاج، الخير كتير والحمد لله، وهو كله بثوابه. احسبي كفيها كام ولا رقبة تسدد. إلهي ربنا يكرمك، قادر يا كريم يا راجل يا طيب يا أمير يا اللي قلبك زي البافتة البيضة. أنت اللي طيبة وفلة الفلات يا حاجة يا مقطقطة. ربنا يكبر بخاطرك يا رب. على فكرة أنا عندي ليكي مفاجأة حلوة. خير يا حاج؟ عمرة رمضان اللي جاي. إيه حجزتها؟ طبعا حجزتها يا ستنا، ربنا يكتبها لنا إن شاء الله. يا رب نبقى كده مجتمعين في الجنة إن شاء الله. قادر يا كريم، عن إذنك بقى لما أشوف هنيه خلصت العشاء ولا لأ. اتفضلي. ألو، إزيك يا ست الكل؟ طمنيني، ماما عاملة إيه النهاردة؟